مسرحية قصيرة تبين مولد الرسول والطلاب هانيا عمر الديب أدهم زكريا نور الدين سعود محمد حمزة جناد هلال جناز. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من عام الفيل، وقد وقعت يوم ولادته المباركة أحداثا عجيبة، لنرى ما حدث. أنا هدى، أنا الذي يعبدني الناس، أنا الذي ضللت الناس عن طريق الهدى والحق. ها ها ها، أنا الذي أرهيت الناس عن عبادة ربي. يا لسعادتي، سأبقى لأضل الناس عن طريق الهدى والحق. كان الصنم سعيدا جدا لالتفاف الناس حوله، ولكن عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث لهذا الصنم؟ وقد ولد محمد، ولد الحبيب، ولد الشفيع صلى الله عليه وسلم. سيدي عبد المطلب، لقد ولدت زهر، اشهد ولدك آمنة بنت عبد صبي. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب المبارك. ماذا سميته يا عبد المطلب؟ سميته محمد. لماذا سميته بهذا الاسم؟ ليكون محمودا في السماوات والأرض. لا لا، ما هذا النور الذي يشع؟ لا أقدر أن أبصر، أكاد أن لا أرى شيئا، أكاد أن لا أرى شيئا، إن هذه الأنوار بدأت تهددني. لا لا. وهكذا رأينا أنه في يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم سقط الصنم حبل والأصنام الأخرى المجاورة للكعبة على وجوهها بعد أن كان الكفار يعبدونها في العصر الكاهن. أنا بحيرة ساوى، أنا تلك البحيرة الغريبة، أنا تلك البحيرة العجيبة. يا لروعتي، يا لجمالي، سحرت الناس بمظهري الجميل وجذبتهم نحوي. يا لحظي، لا أحد في هذا الكون يستطيع أن ينافسني في جذب عقول الناس. كانت هذه البحيرة مفتخرة بنفسها، يعبدها الناس ويطلبون حوائجهم منها، ولكن ماذا حدث لها يوم ولادة النور المحمدي؟ لنشاهد ماذا حدث لهذه البحيرة. ماذا يجري؟ ماذا يحدث؟ إنني أصغر شيئا فشيئا. لا لا، إنني أختفي. يا للعجب، ماذا يجري؟ نعم، اختفت هذه البحيرة بعدما كانت تزدهر بالزوار الذين كانوا يأتون إليها للعبادة، كل ذلك بفضل الأنوار الحميدة التي ظهرت يوم ولادة محمد النبي. ابتعدوا ابتعدوا، أنا نار فارس، أنا الذي لدي قدرات هائلة، أنا الذي أحول الأشجار إلى كومة من الرماد، أنا الذي أكون في الحروب بسلاح فتاك، أنا الذي أفدت الإنسان فاستخدمني للإضاءة والتدفئة والطهي. يا لسعادتي، لا أحد في الكون بمثل فوائدي، ولكن الفرس قد عبدوني فأصبحت إلههم المفضل. هل تتصورون أنني بقيت مشتعلة لمدة 1000 عام ولم أنتظر لحظة واحدة؟ يا لقوتي. كانت النار سعيدة بمكانتها بين الناس وبعبادة الفرس له. وهكذا رأينا أنه في يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقت النار. مهلا مهلا، ماذا يجري؟ ماذا يحصل؟ ماذا حدث لنوري؟ إنه بدأ يختفي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أكاد أنطفئ. ما هذه الأنوار التي غلبت نوري؟ ما سر هذه الأضواء؟ بل أنا على وشك الهلاك.
المقدس ورأيت نورا أضاء المشرق والمغرب.